مساء الخير. دخلت المنطقة اللحظة الحاسمة. هل نحن أمام اتفاق بين طهران والغرب بقيادة واشنطن، أم أن الحروب المشتعلة من درعا إلى باب المندب تنذر بالأسوأ؟ أين لبنان من التطورات المتسارعة الإقليمية، وما هي الآفاق آفاق المرحلة الآتية؟ عشية اتفاق أم تفاقم حروب؟ عنوان كلمة حرة الليلة. وضيوفنا الدكتور سامي نادر، الخبير السياسي والاقتصادي، مدير معهد المشرق للدراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا فيك دكتور سامي. الأستاذ قاسم قصير، الكاتب والصحافي، أيضا نرحب فيك. ورح ينضم إلينا بعد شوي من واشنطن الأستاذ ديفيد رمضان، وهو عضو مجلس نواب ولاية فيرجينيا، وطبعا يعني عضو في الحزب الجمهوري، ويعطينا أيضا وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية أو الحزب الجمهوري على الأقل من الاتفاق أو المفاوضات التي تجري في سويسرا بين الإيرانيين والأمريكيين. ولكن دعني يعني أبدأ اليوم، طبعا الموضوع اليمني هو الموضوع الأبرز، وسقوط عدن وما يجري من تطورات متسارعة في اليمن، هناك طبعا الأضواء مسلطة عليها. هل نحن عشية اتفاق دكتور سامي نادر، أم عشية تفاقم حروب؟ يمكن الاثنين سوا، يمكن يعني تتوصل الإدارة الأمريكية وطهران إلى اتفاق، لسيما يعني الفريقين اللي عم بيفاوضوا، إن كان إدارة الرئيس أوباما أو إن كان يعني المفاوضين روحاني ظريف، طبعا بغطاء من المرشد. الطرفين بدهم اتفاق، ولكن هل سوف يتمكن الطرف الأمريكي من تسويق هذا الاتفاق بالداخل؟ هون هذا يتوقف على الموقف الإيراني. اليوم الأمريكيين بحاجة لالتزامات واضحة وتتناول الجانب التقني، يعني عدد يعني الطرادات اللي حيبقوا، الكميات التي بعد 10 سنين أو ما قبل 10 سنين، قدي اللي حيكون في ستوك من اليورانيوم. هذا اللي بيحدد المدة اللي بيسموها البريك أوت بيريود، يعني المدة الممكن إذا إيران ما التزمت تعهداتها، قديش المجتمع الغربي أو المجتمع الدولي بلحق حتى يقدر، يعني زيارات مفاجئة إلى المفاعلات أيضا، أو يعني هنا عم يحددوا هذه المدة بسنة. يعني هون باختصار اليوم حتى شروط الاتفاق تتوقف على مدى التوصل قبل آخر هذا الشهر إلى أكيد مش لحل كامل، لأنه الحل الكامل رح يكون لآخر حزيران من هذا العام، ولكن حول إطار أو اتفاق إطار، ولكن يتناول بعض الجوانب التقنية، الأمر الذي يمكن الرئيس الأمريكي من مواجهة الكونغرس، لأنه شفنا بعد أو خلال خطاب نتنياهو أنه الكونغرس منقسم، في أكثرية جمهورية اليوم تعارض الاتفاق. هلا أكيد الرئيس الأمريكي عنده حرية بالتوقيع، ولكن أنا باعتقادي ما في واجه الرأي العام الأمريكي والكونغرس الأمريكي إذا ما في بالمقابل التزام إيراني واضح يتناول التقنيات. وإذا هالاتفاق ما وصلوا له، يعني نحن رحنا على مرحلة الاتفاق ما بعود فيها ممكن، لحي شوف مطالبة من الكونغرس الأمريكي بزيادة العقوبات، وأصلا الرئيس الأمريكي سبق وقال يعني من أسبوعين نحن إذا ما قدرنا توصلنا بآخر أدار لاتفاق الطرف الأمريكي رح ينسحب من طاولة المفاوضات. طيب قبل ما نوصل يعني إلى إمكانية عدم التوصل إلى اتفاق وما هي تبعاته على المنطقة، طبعا الموضوع يمكن لا يقتصر فقط بالتفاصيل التقنية، أيضا هناك يعني الاتفاق، ما وراء الاتفاق الذي له علاقة باليمن وبسوريا وبالعراق. تماما. أستاذ قاسم، بتوافق على هذا الشيء؟ بتعتبر أنه نحن عشية اتفاق أم تفاقم حروب أو الاثنين سوا؟ يعني طبعا الاحتمالين واردين، لكن حسب بعض المعلومات من مصادر إيرانية يعني بتقول انه حصل اتفاق اولي
قبل 3 أشهر بين الإيرانيين والأمريكان حول كل النقاط اللي لها علاقة بالجانب النووي، إنه بتشرين الثاني الماضي تم التوصل إلى اتفاق وكان مقنع للطرفين، لكن حصل تدخل سعودي مباشر من الملك عبد الله كان بعده لا يزال حي، واعتبر أن هذا الاتفاق سينعكس سلبا على دول المنطقة، وقام الملك عبد الله بزيارة إلى جنيف، التقى بالطيارة بوزير الخارجية الأمريكي ووجه نوع من تهديد أو نوع من إنذار أنه إذا حصل هذا الاتفاق وتم توقيعه اليوم سيكون له تداعيات، لذلك فضلوا الأمريكيون تأجيل التوقيع. هذا حسب رواية إيرانية، هلا ما بعرف قديش هالرواية صحيحة أو غير صحيحة. الأوساط الإيرانية بتأكد لم يعد هناك نقاط خلافية حول الجانب النووي، يعني كل القضايا النووية التي طلبتها أمريكا أو المجتمع الدولي وافقت إيران، حتى من ضمن زيارات للمراكز، حتى من ضمن المراقبة، موضوع التفتيش. المشكلة ليست بالجانب الإيراني من ناحية الالتزام بالتعهدات، المشكلة هي بكيفية ما هو الثمن، وهو مرتبط بالعقوبات. وجهة النظر الأمريكية اللي يمكن هون القسم الثاني اللي قال الأستاذ الدكتور سامي، إنه الرئيس أوباما عم بيقول للإيرانيين أنا لا أستطيع أن أزيل كل العقوبات دفعة واحدة، لأن هناك 3 أنواع من العقوبات على إيران. هناك عقوبات لها علاقة بمجلس الأمن وهذه تحتاج إلى قرار من مجلس الأمن وبدأ الحديث عنها. هناك عقوبات من الإدارة الأمريكية، من الرئيس أوباما أو الإدارة، يستطيع الرئيس أوباما وقف تنفيذ هذه، ولكن هناك عقوبات من الكونغرس الأمريكي. لا يمكن إنهاء هذه العقوبات بدون موافقة الكونغرس. الإيرانيين شرطهم الأساسي إنه أي اتفاق شامل يجب أن يشمل إنهاء العقوبات أو التزام بإنهاء العقوبات نهائياً بـ3 مراحل. لذلك التفكير المنطقي أو الأكثر واقع الآن أن يتم التوصل إلى اتفاق إطار يشمل يعني كل النقاط، ولكن أن يكون هناك مهلة لتنفيذ هذا الاتفاق، إلا إذا حصل تطور غير عادي. يعني الإيرانيون بشكل عام، الأوساط الإيرانية تتحدث بحذر، يعني الإيرانيين يشعرون دائما بالخوف من بروز أمر ما قبل التوقيع، يعني سواء بسبب يعني في عندهم طرفين إقليميين اللي هن السعودية وإسرائيل، اللي هن كتير عم يتحدثوا بلهجة قاسية عن احتمال، وهذا برز يعني لم يعد سرا الأمير تركي الفيصل وتحدث بوضوح أنه مخاطر الاتفاق وحذر من هذا الاتفاق. الإسرائيليين واضح أدائهم، وفي 3 دول اللي هي دول مفاوضة لديها بعض تحفظات، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، اللي هن يعني الأمريكان عادة بيقولوا إنه بدنا نحاول إنه لذلك حصل اجتماع يمكن بين جون كيري ووزراء الخارجية قبل يومين لتمرير الأمور. الإيرانيين بيعتبروا إنه نحن يعني جاهزون للاتفاق، هذا اتفاق لمصلحتنا لمصلحة أمريكا. هناك الشيء اللي كان يحكي تحت الهواء دكتور سامي، إنه العلاقة الإيرانية الأمريكية وصلت إلى أقصى درجات التقارب على المستوى النفسي، يعني انكسرت كل الحواجز النفسية، سواء من خلال التمشية، سواء من خلال اللقاءات المكثفة، حجم الوفود الموجودة بسويسرا، ليس فقط وفدا سياسيا، في وفد تقني من وزارة الطاقة، في وزير الطاقة، يعني مقدمات الاتفاق مهيئة، لكن ما بعرف من هلا خلال 3 أيام أو 4 أيام. يعني المشكلة في أي يعني عقبات أو عقلات خارجية، خلينا يعني في جزء داخلي أمريكي، في جزء يعني بالوضع الأمريكي الداخلي، يعني أوباما يتحجج حسب الإيرانيين إنه في وضع داخلي ضاغط عليه يجب على الإيراني أن يأخذ بعين الاعتبار. الوضع الداخلي بدي أسأل عنه السيد ديفيد رمضان، هو معنا مباشرة من واشنطن. مساء الخير سيد رمضان، طبعا أرجو أنك تكون استمعت على إلى كلام الأستاذ قاسم قصير والدكتور سامي نادر. هل هناك وضع ضاغط فعليا في الولايات المتحدة الأمريكية على أوباما لعدم تمرير هذا الاتفاق؟ ماذا يجري في واشنطن؟ مساء الخير سيد شادة، للأسف ما سمعت الحديث من الأستاذ محمد والدكتور سامي، كان في عطل فني ولكن معكم اليوم. الضغط موجود طبعا،
الضغط لاسباب سياسيه ولاسباب غير سياسيه بنفس الوقت. في ضغط كبير من الحزب الجمهوري اللي عم يحسب حسابات انتخابات رئاسة الجمهورية اللي جاية، وفي ضغط من أعضاء الكونغرس اللي هم برضو ديمقراطيين من حزب الرئيس أوباما، اللي بيعتقدوا إنه أي معاهدة دولية، خاصة بمعاهدات التسلح، يجب إنه تمر هالمعاهدة عبر الكونغرس. ولليوم للأسف الرئيس أوباما ما دخل الكونغرس بهذه المشاورات، ولذلك في ضغط على عدم إبرام اتفاقية إلا ما يكون في دور الكونغرس موجود فيها. وانطلاقا من هون، هل يستطيع أوباما أن يمرر هذا الاتفاق برأيك على الأقل مع الإيرانيين ويعود ويصوته في الداخل الأمريكي؟ عنده صلاحية رئيس الجمهورية طبعا بإبرام أي اتفاقية وتكون صالحة بإمضائه لمدة وجوده هو فقط برئاسة الجمهورية، واللي هي اليوم للرئيس أوباما مبنية على سنتين باقيين. هذا ما بيعني أنه هالاتفاقية حدين من بعد انتهاء مدة صلاحيته إلا إذا كان وافق عليها الكونغرس. فعنده لعبة سياسية داخلية طبعا الرئيس بده يحسبها، هل حيقدر يقنع الكونغرس ما بعد امضاء اتفاقيه، وبتكون اصعب لانه عدم ادخالهم بالمشاورات من البدايه، او هل بيأجل وبروح للكونغرس وبيقدر يجيب موافقه الكونغرس قبل امضاء الاتفاقيه. ما هي مخاوف الحزب الجمهوري من اتفاقيه مماثله؟ يعني ما هو الخطر الذي يستشعره الحزب الجمهوري من هكذا اتفاقيه، وحتى بعض الديمقراطيين مثل ما عم بتقول؟ مش بس الحزب الجمهوري طبعا، الخطر اللي خايفه منه اليوم امريكا ممثله بالكونغرس هو الوصول الى اتفاقيه اللي بترفع كل العقوبات على ايران، بتساعد ايران لفتره معينه من الرجوع الى الحاله الاقتصاديه الجيده، من العلاقات الدوليه اللي حتى تبرز، من العلاقات الاقتصاديه الدوليه، من تصدير النفط، ولكن عدم موافقة إيران على أنه تكتفي بفيول نووي فقط للأمور الغير تسليحية. فبذلك إذا رفعت العقوبات وإيران كانت بسهولة تقدر ترجع عن المعاهدة أو الاتفاقية، والسلاح والفيول النووي موجود، فبيكون تسليحه أصبح شيء سهل لهم إذا إعادة الاتفاقية. أما لو وصلوا لاتفاقية اللي بتسحب كل البوسيبيليتيز، كل المجال من إنه إيران تقدر تعمل سلاح نووي، ولو حتى لو فرضت الاتفاقية، ده ما بيكون في مخاوف. فالمخاوف هي عدم اكتفاء إيران بالفيول النووي اللي غير التسليح، وإعادة النظر بالاتفاقية، أو تبريك ترجع تكسر الاتفاقية وتكفي بالتسليح من بعد رفع العقوبات الاقتصادية. دكتور نادر، يعني انطلاقا من اللي عم بيقول واللي قاله الأستاذ قاسم، هل هناك فعلا، يعني هل المخاوف الآن من عرقلات خارجية تأتي من المملكة العربية السعودية أو من إسرائيل أو من الدول الأوروبية، يعني هل هذا هو الخطر الوحيد خلينا نسميه بالنسبة لإيران والولايات المتحدة الأمريكية لنكس هذا الاتفاق أو لعدم توقيع الاتفاق؟ أنا بفتكر يعني في ثلاث عقبات أمام الاتفاق. في أسهل وحدة هي أنه بالخمسة زائد واحد، يعني في أفريقاء متصلبين أكثر من الأمريكيين، ومثلا على رأسهم الفرنسيين. أنا ما بتصور بالآخر رح يعارضوا اتفاق، ولكن أيضا ما فيهم يعني في حد أدنى لازم أنه يظهر. في عقبة تانية اللي هي عقبة داخلية في الداخل الأمريكي، أنه ما في وحدة موقف حول الاستراتيجية المتبعة لمواجهة الخطر الإيراني من وجهة نظر أمريكية طبعا. وفي العقبة الأهم هي ما يحصل في الشرق الأوسط، لأنه الواضح أنه في مسارين تخوض إيران إما بشكل مباشر أو غير مباشر، ولكن هذا واقع على الأرض. في مسار تفاوضي حول مسألة النووي، وفي مسار هو آخر على الأرض، توسيع بقعة نفوذها. يعني هنالك معارك عسكرية دائرة
على الأرض بمشاركة إيرانية واضحة، معارك أيضا في داخل العراق. امبارح الجنرال بيتريوس عم بيقول، وهو موقعه أساسي جنرال بيتريوس، صحيح أنه اليوم بطل بالحكم، ولكن أنه وقع كلامه بمسائل من هالنوع كتير كبير. عم بيقول أنه الميليشيات الشيعية خطر أكبر من خطر داعش، اللي هو اليوم على مسار انحداري، وقوى داعش تتقلص. وهو يرى في الميليشيات الشيعية، أي يعني في السياسة الإيرانية في الداخل العراقي، خطر. والخطر الأبرز اليوم ما يحصل في اليمن. اليمن بظرف أقل من 3 أشهر أنه انقلب من محل إلى مقلب آخر، الشيء اللي بيشكل تهديد كبير لدول الخليج وعلى رأس السعودية. إذن وإيران معنية. هلأ بتقولي لي نظريا الملفين منفصلين، يمكن نظريا، ولكن عمليا الملفين مرتبطين. يمكن هون الذكاء أو الدهاء الإيراني أنه قدر يخوض معركته على مسارين، مسار عسكري على الأرض ومسار غطى الشيء اللي عم بيقوم فيه عسكريا على الأرض بالتفاوضات. مشان هيك أنا بعتقد أنه من وجهة نظر إيرانية وهيك وكلام استراتيجي بحت، إيران مهتمة أكثر بالمفاوضات اليوم من حصول ديل أو من حصول اتفاق. صحيح بدأ اتفاق تتخلص من العقوبات الاقتصادية اللي هي كتير ضاغطة، ولكن المسار التفاوض المفاوضات اليوم هي سمح لها، يعني أطلق يديها في المفاوضات. يعني إيه، إنه ما في مشكلة إذا كملت المفاوض. مشان هلا هي شو فيها الديدلاين قديش مهم، يعني قديش ال شو بيسموه بالعربي الديدلاين، يعني الاستحقاق الزمني قديش مهم. هل هو مهم فعلا او ممكن نشهد هلا تاجيل اخر، يعني مثل ما شدنا تاجيلات اليوم من وجهة نظر الامريكية. هلا باكد لنا الكونغرسمان دكتور رمضان، الإدارة الأمريكية مهم الاستحقاق، لأن الإدارة الأمريكية رئيس أوباما تحديدا والتزم بالكلام مع شيء يمت بالمفاوضات. يعني مجبور قبل اخر الشهر ضغط، لانه في ضغط داخلي، لانه في اكثريه لم تعد ديمقراطيه في الكونغرس الامريكي، انما اصبحت بيد الجمهوريين. الجمهوريون يهددون بمشروع قانون جديد يزيد من العقوبات. وقال الرئيس الامريكي يعني من اسبوعين او ثلاثه انه نحن اذا ما توصلنا لاتفاق باخر الشهر، بعد يعني ما اثنى على الموقف الايراني وانه انه خطو خطوات كثير كبيره، وغمز من قناه انه ايران عندها دور بالمنطقه، ولكن ما في روح هو ابعد من ادار اذا ما حصل شيء، ما حصل على ورقه على مستند يقدر يواجه فيها الراي العام. طيب خلينا نتوقف للحظات مع الإعلام. بعرف أنه عندك تعليق على هذا الموضوع، مناطق النفوذ الإيرانية لأي مدى يمكن أن تتوسع، كيف يجري، يعني هل هناك فعلا تفاوض أيضا في وراء الستارة حول مناطق هذه، مناطق النفوذ هذه، وهل هناك خلينا نسميها بالعربي الدارج أبة باط أمريكية عما يحصل الآن في المنطقة، خصوصا ما يحصل في اليمن مباشرة بعد هذه الوقفة الإعلامية. عودة إلى كلمة حرة. أستاذ قاسم، كنا عم نحكي عن العراقيل الخارجية، إن كانت إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الأوروبية، ولكن هل تعتقد فعلا أنه هناك يعني إتاحة أمريكية أو غض نظر أمريكي عن ما يجري في اليمن؟ يعني أنا يمكن ما في معلومات بالمعنى المباشر، بس من ضمن المعطيات الحاصلة سواء بالعراق أو بسوريا أو باليمن، أنا لا أشعر أن الأمريكيين كانوا منزعجين مما يجري. الذي حصل بالعراق كان في تحالف غير مباشر بين القوات الحشد الشعبي اللي كانت عم تشتغل على الأرض وقوات التحالف الدولي اللي كانت عم تقصف من أجل إعادة احتواء داعش. ولم يعترض الأمريكيون لأول مرة. هلا أول تصريح باتريوس، كنت واحد مراقب أمريكي ليس صحيح. لكن منذ أن بدأت المعركة ضد داعش وبدأت قوات الحشد الشعبي تستعيد مناطق من سيطرة داعش، لم يصدر أي موقف أمريكي معارض للمعركة
وكان قاسم سليمان بعض الرسائل خرجوا لي متناقضة شوي كثير ضعيفة ايه. جدا باستثناء يمكن بعض التعليقات على قاسم سليماني ودوره. أنا بدي أقول طبعا هذا مش دائما مؤامرة ولا اتفاق بالمعنى لديك إنه بس لكن كان هناك رضا أمريكي على الأداء الإيراني في العراق لأنه الأمريكيين شعروا إنه موضوع داعش أصبح يتخطى الحدود يمكن هني كانوا معتمدين. باليمن نفس الشيء. طب باليمن هناك عدو مشترك للحوثيين والأمريكيين هو القاعدة والقاعدة في معركة مفتوحة كانت بين الأمريكيين والقوة. مع العلم أنها ليست موجودة في عدن القاعدة. القاعدة موجودة بحضرموت وبأب. أب هي أحد مناطق قريبة من هي تابعة لجنوب من ناحية المحافظات لكن كانت مش تحت سيطرة الدولة بالمعنى الدولة والدولة اليمنية اللي هلأ الانقلاب عليها يعني عجزت عن مواجهة القاعدة وكان في نوع من التآكل بالبنية العسكرية والأمنية للدولة اليمنية في مواجهة القاعدة. هلأ أنا ما بدي أن الحوثيين متفقين هنا والأمريكان لكن لاحظنا لم يصدر أي موقف أمريكي اليوم معارف أنه وقف زعزعة الأمن بقية يعني. السفارة الأمريكية في صنعاء يعني بالوقت اللي معظم سفارات الدول الخليجية خرج من صنعاء اجت على عدن بفترة من فترات الأيام الماضية بقية السفارة الأمريكية موجودة بصنعاء. أنا بدي أقول أن التطورات الميدانية الآن رغم أنها تستفيد منها إيران بشكل أو بآخر لكنها لا يبدو أنها تزعج الأمريكيين إلى درجة يعني إنه هم. طب لا تزعج الأمريكيين إنه صارت صار مضيق هرمز وباب المندب مع الإيرانيين. هلا هذا شوي في نوع من أنا برأيي تضخيم للأمور. هلا يعني لا يزال الأمريكيون هم يمسكون بالمناطق كلها يعني سواء هرمز أو يعني صحيح إيراني موجود. صاروا حلفاء هلا. لكن الذي حصل أنا برأيي كل خلال الفترة الماضية يعني بأوج الصراع بين الإيراني والأمريكي لم يستطع الإيرانيون إخفال مضيق هرمز رغم أنه كان يهدده وهلأ لن يستطيع الإيرانيون إخفال باب المندب أو السيطرة بمعنى المباشر. هذا نوع من أنا برأيي اللي صار الآن يمكن بيخدم استراتيجية الأمريكية على المدى البعيد. لذلك أنا ما بدي أقول أمون أنه في تحالف إيراني أمريكي الآن بدأ بالمعنى الكامل لكن ما يجري قد يكون جزء من تحضير لما بعد الاتفاق النووي لأن الإيرانيين الآن عم يعتبر الاتفاق النووي بده يكون في اتفاق نووي وهذا الشرط وحكي عنه سيد الخامنئي باخر خطاب له ردا على خطاب لكن اللي عم بيصير على الارض كله تهيئه لما بعد الاتفاق لتسويات والفريقان الاساسيين فيها هم الايراني والامريكي. قبل ما نسال اذا فعلا في طاوله وعليها اوراق وعليها خريطه وعم بيصير هلا ما في طاوله في اوراق بس في بالمنطقه وبعطيكي نموذج انا برايي اللي صار بالاتفاق الاولي. طب كان في 5 سنوات مفاوضات إيرانية أمريكية بعمان واليوم عم بسمع أن الاتهام الأمريكي لإسرائيليين بالتجسس ليش إسرائيليين بلشوا يتجسسوا على الأمريكان لا يعرف شو عم بيصير لأنه شو قالوا المسؤول الإسرائيلي قال أنه بقيوا الأمريكان عم بتفاوضوا مع الإيرانيين هني حلفاء لنا نحن ما عارفين شو عم بيصير لمدة 5 سنوات فمن حقنا نعرف شو عم بيصير يعني واضح شيء قال الدكتور سامي يمكن كمان تحت الهواء انه لاول مره بيشعر انه في ايران وامريكا تقتربان من بعضه لدرجه يعني بعد كبير على اسرائيل وفي بدء هلا طبعا اسرائيل امريكا هي على استراتيجيه لكن في بدايه نوع من خلاف او نوع من تمايز ما بعرف لوين بيوصل. نحن امام مشهد جديد هلا بيتوج بالاتفاق وما بعد الاتفاق هذا احتمال كبير يعني اذا حصل سنكون امام زلزال يشبه الى حد ما زلزال انتصار الثوره الاسلاميه لكن بطريقه معاكسه. اوكي هون دكتور سامي برايك هل فعلا هناك حديث الى جانب كل التفاصيل التقنيه اللي تحدثت عنها عن عدد الطرادات وعن عدد يعني التخفيض والى اخره كل هالامور اللي لها علاقه بالملف النووي الايراني هل هناك فعلا تقسيم مناطق نفوذ في المنطقه على طاوله في المفاوضات الامريكيه الايرانيه؟ هلا على طاوله المفاوضات يمكن مش انه عم ياخذوا الخارطه وعم بقسموها بس على الارض واضح انه اليوم يعاد رسم الحدود كلها يعني الحدود في العراق اعيد رسمها الحدود في سوريا انهارت واليوم عم نشوف اليمن بدنا نشوف وين رح تفضي الامور باليمن. اذا نعم سقطت حدود سايكس بيكو وقامت فوضى اخرى. هلا كيف بدها تفضي؟ رح تفضي على حدود حول كيانات مذهبيه
اليوم يعني كل المؤشرات بتقول نعم رح نروح صوب انه صوب كيانات مذهبيه، ولكن السؤال الاكبر اليوم اذا صار الاتفاق اللي انا مثلا كنت بتمنى بس كان من 6 أشهر انه او 3 أشهر انه يصير اتفاق، هلا كان هالاتفاق هلا بدي اشوف اذا هالاتفاق اذا صار ضمن هالشروط وضمن هالحرب الدائره على الارض، هل هذا الاتفاق سوف يكون عامل تهدئه في المنطقه او سوف يكون انه محرك او عامل تفجير؟ بفتكر عم يعني من هون يعني شو الرد السعودي اذا بدنا ننطلق من هون على اللي عم يصير بالسعودي، يعني اليوم اذا بتعمل اتفاق بمنطقه الشرق الاوسط بدي شو رح يكون موضوعه الاساسي الامني معترض عليه الشارع السني دول الخليج واسرائيل، طب هذا كيف بده يمشي؟ بفتكر عم نشهد نحن شيء معاكس للي صار بمدريد عام 1992. 1992 من بعد حرب الخليج الاولى جمعوا كل اللعيبه الا ايران حطوها برا وكان الخطا صح، واخذت ايران وقتها المسار الراديكالي يمكن بضغط اسرائيلي ما بعرف، يعني على الارجح يكون بضغط اسرائيلي تم استبعاد ايران عن طاوله، يمكن لو وقتها وضعت ايران على طاوله مفاوضات كنا وصلنا لشرق اوسط وكنا وصلنا لسلام بس بضغط اسرائيلي وقتها كان ممكن الحوار مع ايران، وما كانت ما كان في حرب سنيه شهيده عم نشوفها اليوم، وكان في اكثر من مصلحه انه يكون الكل على الطاوله. اليوم بعد اللي صار بعد هالحرب المذهبيه بلغت اوجه انه نفوت على مشروع استقرار بالشرق الاوسط بس بحوار امريكي ايراني، انا ماني شايف مقومات نجاحه. هلا عم بيسعى الطرف الامريكي انه يروح بعد كل جوله مفاوضات يطمئن السعوديين يتلفنوا لنتنياهو يقولوا له هيك صار، ولكن ما عم نشوف انه اليوم هالفريقين على الاقل اشتروا الاتفاق او قبلوا بالاتفاق. مشان هيك اليوم صار في سؤال، طيب هل المسار التفاوضي عم بيشكل غطاء لعمليه توسع على الارض؟ هل هيدا الشيء اذا ما حصل رح يوصل لاستقرار او رح يكون عامل تفجير للمنطقه ولمزيد لصراع مستدام بدل ما يكون مشروع سلام مستدام؟ استاذ قاسم بتعتبر انه هذا عامل استقرار او تفجير اذا صار؟ انا بوافق انه في هناك ما يسمى الهاجس السني في المنطقه من الدور الايراني، والهاجس لبعض احيان له بعض عربي وله بعض تركي، لكن الذي حصل بالاسابيع الماضيه بعد انهاء الجوله الاخيره انه وزير الخارجيه جون كيري اجى على السعوديه والتقى بدول مجلس التعاون الخليجي، وكان هناك نوع من ساعد طمأن الدول الخليج أن أي اتفاق سيحصل مع إيران لن يكون على حساب دول الخليج. هذا بالكلام، ولكن عمليا يعني تم استكماله في إعادة ترتيب العلاقات بين الدول العربية اللي هي تقريبا مختلفة مع إيران أو ليست بنفس إيران ومع تركيا، يعني مصر وتركيا والسعودية وقطر. طبعا صار في قمة تركية سعودية رغم الخلاف كان بارز، وقمة سعودية مصرية، وصار في دعم لمصر لإعادة ترتيب وضع المصري. طبعا تم الحديث وإن كان هذا لم يتبلور عن ما يسمى حلف جديد، البعض سماه حلف سني، أنا بشك أنه راح يصير بهذا الإطار أنه المصريين يرفضون الدخول بأي حلف له طابع مذهبي حسب بعض الدبلوماسيين المصريين في بيروت. لكن بده يصير أنا برأيي هذا، طبعا هذه مهمة الأمريكان للإيراني، وهذا كلام الإيرانيين بالداخل بيقولوا أنه عندما نتفق مع الأمريكيين لن يكون هناك مشكلات مع بقية الدول، لأنه أمريكا تمون على معظم الدول وهم حلفاء، يعني حلفاء أمريكا. في وجهة نظر أخرى اللي هي تقترب من وجهة نظر سامي الدكتور سامي، وحتى يمكن مرة تحدث عنها النائب دكتور علي فياض برؤية له دعا فيها لما يسميه استراليا عربية إسلامية لمصالحة. أتبع أن أي اتفاق إيراني أمريكي لا يغني عن تسوية إيرانية سعودية مصرية تركية، ويجب أن تترافق. لكن وجهة النظر الغالبة بإيران بيعتبروا أن طال إذا أمريكا تريد ترتيب الأمور تستطيع،
يعني الموضوع انه السعوديه بالاخير يعني قد ما في تسليم لامريكا انه هي تضبط الامور، انه امريكا هي الان انه كل الحراك بالمنطقه بالاخير، سواء صحيح ممكن التركي يعاند بحدود معينه، ممكن قطر يعاند بحدود، ممكن احد الاصدقاء بيروي روايه يعني هذه، انه بيوم من الايام صار في اتصال سعودي صيني او مفاوضات لشراء اسلحه، ولم تكن هذه المسألة بعلم الأمريكيين، يعني الأمريكان يبدو ما أخبروا أنه إحنا بدنا نروح على الصين، فتم اتفاق أولي وتم شراء بعض الصواريخ ووضعت، فبتقوم الطيران الأمريكي يرمي براميل بس مش مفخخة مثل هذا على أماكن الصواريخ، أنه رسالة أمريكية للسعودية أنه شو عم تعملوا؟ ما نحن هون. أنا برأيي العلاقة الأمريكية السعودية ما في، مين اللي أعطى أمان للسعودية بالمنطقة اللي هي ثمن النفط؟ هي الأمان الأمريكي، الأمريكيون يستطيعون إذا أرادوا يعني إنه يضبطوا أي يعني تفلت ممكن يحصل. هذا طبعا هذا الموضوع وجهة نظري الشخصية، لا أنا برأيي مطلوب بموازاة اتفاق الأمريكي الإيراني البحث عن تسويات إقليمية، طبعا هذه مسؤولية إيرانية ومسؤولية عربية وتركية، يعني لا يمكن الاكتفاء بالدور الأمريكي لترتيب الأمور، لأنه تستطيع القوى الإقليمية الصغيرة أو الكبيرة وقوى أن تربط هذا الاتفاق. أنا أتذكر بلبنان كان يصير اتفاق كبير يجي قوة سياسية تخلطه. طب خليني أسأل السيد ديفيد رمضان مباشرة من واشنطن. سيد رمضان، يعني ما بعرف إذا سمعته للأستاذ قاسم، بالنسبة لموضوع الولايات المتحدة الأمريكية، هل تستطيع أن تمون على دول المنطقة؟ كنا عم نحكي بغيابك لما افتكر انقطع الخط معك، عن إلى أي مدى يمكن يعني أن يكون هناك فعلا اتفاق لإعادة ترتيب المنطقة وإعادة ترتيب النفوذ الإيراني في المنطقة مقابل اتفاق إيراني أمريكي محتمل؟ الدكتور سامي نادر يعني رأيه أنه ما بيعرف إذا هيك اتفاق ممكن أن يكون عامل تفجير أو عامل استقرار، ما يجري حتى الآن يعني يشي بأنه ممكن أن يكون عامل تفجير أكثر ما يكون عامل استقرار. الأستاذ قاسم بيقول أنه ممكن الولايات المتحدة الأمريكية هي ترتب الوضع بالمنطقة بما أنها بتمون بين مزدوجين على الدول العربية في المنطقة، ولكن في رأي آخر بيقول لا، لازم يكون في اتفاقات جانبية إقليمية بين إيران والدول العربية لل يعني وصول إلى مصالحة ما بحضور تركيا ومصر. فهل يعني كيف بتشوف الولايات المتحدة الأمريكية، كيف ترى المنطقة، كيف عم بتشوفها من هناك من واشنطن؟ أنا بتصور أني حكون مع دكتور سامي، مع العلم أنه أنا ما سمعت النقاش بس حسب ما حضرتك قلتي، لا ما في للأسف اتفاق اليوم على ما يجري بالمنطقة خارج الموضوع النووي، ولا هو دور أمريكا إن تقوم بهيك اتفاقية ما بين إيران وما بين الدول العربية. الوضع كتير مختلف على الأرض. أمريكا اليوم عم بتحاول إنها تتعاطى مع الأمر على الأرض مثل ما هو. وضع العراق وضع صعب، ووضع أمريكا بموقع وموقف إن شو بدها تعمل، هل بتوافق على الوجود الإيراني بالعراق أو هل ما بتوافق؟ طيب في عنا مشكلة اليوم على الأرض اسمها داعش. طيب من غض النظر يمكن، ولكن ما في رضا أمريكي طبعا على الوضع الإيراني أو التدخل الإيراني بالعراق، ولا في رضا أمريكي على التدخل الإيراني باليمن، ولا في رضا أمريكي على التدخل الإيراني بلبنان وسوريا. العكس، في انزعاج وفي خطر بتلاقيه أمريكا من الدور الإيراني اللي عم يكبر ويكبر بمنطقة الشرق الأوسطية. طبعا هذا التخوف بتشاركه البلاد العربية، وما فيها أمريكا إن تكون تمون على البلاد العربية أو إن تفاوض باسمهم على وضع موجود اليوم على الأرض. بالعكس، بس سيد ديفيد، يعني البنتاغون أعلن منذ قليل إنه التحالف سيقوم بقصف مواقع لداعش في تكريت، يعني عم يدعم قوات الدفاع الشعبي الموجودة بالمنطقة مع الجيش العراقي مع جيش إيراني إلى حد ما، أو حرس ثوري موجود هناك بقيادة قاسم سليماني. يعني كيف بتكون الولايات المتحدة الأمريكية مش راضية عن النفوذ الإيراني إذا كانت عم تشتغل بالتوازي مع قوى الأمر الواقع الموجودة على الأرض في العراق؟ في مجبر أخاك على وطن، مثل بعدني متذكره.
اليوم بكره هون اخاك لبطل. هذا لبطل معلش 25 سنه بامريكا بغير بينسى الواحد شوي. الوضع على الارض اليوم بيجبر امريكا انها تتعاون مع الدوله العراقيه اللي عم بتقول للبنتاغون انه يا جماعه نحن بحاجه لليوم غض النظر اشتغلوا معنا لمصلحه العراق واتركوا السياسي شوي على جنب لحتى نحل المشكله اللي على الارض. هذا ما بيعني انه في توافق امريكي، ما بيعني انه في رضا امريكي، بالعكس هيدا حيشبك الامور انه شو حيصير ما بعد. طيب اليوم حلينا موضوع داعش، اذا قدرنا حلينا موضوع داعش واذا قدرت القوى على الارض بالكفر الامريكاني والاوروبي عبر سلاح الجو الامريكاني والاوروبي، طيب ما بعدها شو حيصير؟ في تاثير صار وفي وضع لايران اليوم بالعراق اللي امريكا ما حترضى عليه باي طريقه ما. فهذا بشبك الوضع اكثر، لذلك انا بتصور مع دكتور سامي حسب ما حضرتك قلتي انه هيدا رح يفجر الارض بالمنطقه اكثر مما حيروقها من بعد الاتفاقيه اذا صار في اتفاقيه. ما ننسى انه اليوم اخر الاخبار اللي طلعت من المفاوضات بجنيف بتقول انه يمكن يصير في اتفاقيه بشكل عام بتحكي عن النقاط العامه، ولكن ايران غير مستعده انها تحط اي تفاصيل على الورق لميبي لحزيران لجون. طيب هذا شو بيعني؟ بيعني انه في مشكله وفي في في مجموعه عم بتحاول تطلع باتفاقيه من بعد هالجهد اللي عمره سنتين اليوم، ولكن بعد ما وصلوا لاتفاقيه في عوامل عده رح تمنع الوجود لاتفاقيه فعليه، ومن ضمنها الوضع على الارض والتدخل الايراني اللي هو مشكله مش بس للجزيره العربيه بس لسياسه امريكا للمدى الطويل في منطقه شرق الاوسط. عندما نتحدث عن عامل التفجير دكتور سامي عم نحكي عن الصراع الطائفي الحاد الموجود هلا، الصراع المذهبي الحاد خلينا نقول. كنا عم نحكي كمان برات الهواء بس بهمني نرجع نحكي عن موضوع الحوثيين. الحوثيين المدعومين من ايران وتحالفهم مع الجيش اليمني بقياده علي عبد الله صالح الذي اسس هذا الجيش، عمليا على الارض عم نشوف شو فعلا هن ليسوا شيء على الحوثيين، هن زيديين صح؟ كيف عم بتصير الأمور على الأرض؟ وهناك طبعا كمان عدد كبير من السنة في عدن وفي حضرموت وفي إب وفي كل هذه المناطق. افتكر الحوثيين هن قوة أساسية، منا قوة مسيطرة على كل اليمن، ولكن قدروا بالتحالف مع جماعة علي عبد الله صالح اللي عنده وبعد عنده نفوذ أنه ينقلبوا على الشرعية المتمثلة بكيان تفاوضي، وبعده العقد الاجتماعي أو العقد الجديد اللي تم التأسيس لم يترسخ وبعدها كانت المفاوضات دائرة بالسعودية من أجل ترسيخ نوع من اتفاق طائفي جديد بنسخة يمنية، ولكن هذا ما لم يترسخ. وبعد المقومات السيادة الوطنية لسيما أنه قوى الجيش كمان بعد شفنا اليوم كيف توزعت ولاءاتها، بس دخلت بس الحوثيين تقدموا نحو عدن. اذا ما صار في مقاومه، يعني ما صار في مقاومه وصار في دخول يعني ايراني واضح. اليوم الشيء اللي نرجع للموضوع الاساسي انه اليوم التمدد الايراني على الارض يعني بطل مستور، حتى وصار في كلام قاسم سليماني، مش قاسم سليماني قبل كان قاسم سليماني شخصية ما نعرفها يعني نسمع فيها أو بعض المراقبين يسمعوا فيها، لا اليوم عم بينعمل له عملية تسويق يعني على طريقة الجنرالية الحرب العالمية الثانية. وإذا يعني في وجود يدعم يعني الكلام اللي صدر عن مستشار الرئيس روحاني يونسي حول التمدد الإيراني والتمدد الفارسي. طيب اليوم كيف بدك توقع اتفاق حتى لو نووي مع إيران وتاخذ رضا هالعالم السني اللي عم بيتوجس من هالتصرفات اللي عم بتصير على الأرض؟ مشان هيك يعني اليوم بس شو في يعمل العالم السني برأيك في المقابل؟ يعني أنا خايف أنه اليوم ما عم تخليني إلا خيار واحد أنه تاخذيه على داعش يعني على الأرض هيك اللي عم نشوف أنه طيب في قبة باط لهالشيء اللي عم بيصير. قوى الاعتدال
ما دام مش عم يتم اليوم دعمها بشكل مطلوب. خذي مثلا مشروع الجيش الحر بسوريا، فقد اي سيطره واي وجود، بالكاد اليوم بادلب ارجع استعاد موقع. وين مسألة الجيش الجمهوري السني الذي سوف يعني يحفظ الأمن في مناطق السنية، في مناطق الأنبار ومناطق صلاح الدين في شمال العراق، في غرب العراق؟ نعم، وين هيدا كان الطرح طرح وعلى أساس كان من العناوين اللي اجا على اساس الرئيس العبادي، او اول ما طرحت خلال الحكومة العبادي اللي كانت خطوة باتجاه اليوم التسوية في العراق. وين الكلام عن قوات سلام عربية لحسم الوضع في سوريا او في العراق؟ اذا اليوم ما عم نشوف عملية استثمار بقوى الاعتدال، عم تشوف انه قوى الاعتدال السنية على تراجع، في غض نظر وفي كلام عالي النبرة، يعني في كلام عالي النبرة عم يجي من الجهة الإيرانية من الحرس الثوري. بهالوقت في ظريف وروحاني يخوضون مفاوضات مع الطرف الأمريكي، في مشكل بالداخل الأمريكي عم تدفع ايضا باتجاه المفاوضات، ولكن على الارض عم بتشوفي كل عوامل التفجير موجودة وتسعر. استاذ يعني انا من تقديري لوجهة نظر دكتور سامي، لكن انا برايي الخطر الاساسي في المنطقة ليس الخطر الايراني، بغض النظر عن التصريحات الايرانية المتضخمة احيانا. الخطر الاساسي اللي عم بيواجه المنطقة هو خطر داعش والتطرف، واللي هو بديش قول تطرف سني بالمعنى، لا، خطر داعش هو تطرف بكل معنى الكلمة، وهو اللي مشكل خطر على السعودية، خطر حقيقي على السعودية، على دول المنطقة، خطر على العراق، حتى على السنة بالعراق. لذلك أنا يعني هذا السكوت رغم هلأ كل التصريحات، لكن بالفعل الآن ما الذي جرى بالعراق؟ جرى تحالف تعاون بين الجميع لمواجهة داعش، وإيران دخلت على العراق مجددا بهذا الزخم تحت عنوان مواجهة داعش ودعم الحكومة العراقية لمواجهة داعش. السعودية أكبر خطر على السعودية الحقيقي هو داعش، مش إيران. أنا برأيي رغم أنه كان في تضخيم للخطر، إيرانيين بالأخير دولة سيحترمون ويتعاطون مع السعودية كدولة بغض النظر عن مناطق النفوذ المحيطة. شو ضمانة أنه سيحترمون؟ أنا برأيي الضمانة هي الضمانة التاريخية. بعطيك نموذج آخر، يعني العلاقة التركية الإيرانية، رغم أن تركيا سنة افتراضا نحكي بالمفهوم المذهبي، اكبر علاقه اقتصاديه بين ايران وتركيا على مدار مئات السنين من بعد اخر معركه حصلت قبل 400 سنه. يعني بتحدث عن دولتين، يعني في مصالح كبرى. بعطي نموذج اخر الامارات العربيه المتحده، اللي هي دوله عربيه وعندها مشكله مع ايران وعلاقه بالجزر. اهم علاقات اقتصاديه بالمنطقه هي بين ايران وبين الامارات. قطر وهي دولة سنية، أفضل علاقات بين إيران وبين قطر والدور المتعاون. عمان يمكن أباضية لعبت دور توحيد. أنا برأيي ليس هناك مشكلة حقيقية بين إيران والعالم العربي، هناك تضخيم. هلأ طبعا الإيرانيين أحيانا بغلطوا ببعض التصريحات، وعلي يونس اللي حكى عن إمبراطورية تم تحويله إلى محكمة الإيراني الإيراني، وكان إلى علي أنا برأيي بالصراع الداخلي الإيراني، تم تحويله لعلي يونس إلى محكمة لأنه حكي عن الإمبراطورية الإيرانية عاصمتها بغداد، وطلب بأنه إقالته من منصبه. هو إصلاحه مش محافظ على فكرة عن يونس. أنا برأيي في إذا الإصلاحي عم أنا برأيي هناك أخطاء قد تكون بالأداء الإيراني بالإعلان، لكن بالفعل نحن أمام يعني هناك مصالح. أنا برأيي إذا بس نفكر بالمصالح العربية الإيرانية المشتركة أو الإيرانية التركية أو الإيرانية المصرية، هناك حجم كبير وهناك مصلحة كبرى للمنطقة بالاتفاق النووي. يعني بدل أن نحول الاتفاق النووي إلى عامل تفجير فلنحوله إلى فرصة لإعادة بناء المنطقة. إيران الآن إذا تم رفع العقوبات عنها أكثر ستحتاج إلى يعني شركات ضخمة للشغل. ليش الأمريكيين هم مش بس حبا بإيران، يعني الأمريكيين بدهم يروحوا على اتفاق لأنه في شركات الألمان وكلهم عم بيجهدوا أنفسهم الآن للدخول إلى السوق الإيراني. السوق الإيراني فيه 80 مليون نسمة، مش رقم بسيط، يعني هذا سوق كبير. ومعروف إيران مجتمع استهلاك ضخم. ليش العربي كمان ما بيكون أحد هؤلاء؟ أنا فكرتي بدي أقول طبعا هناك مسؤولية إيرانية سواء بالأداء أو بذلك، لكن هناك خطر
داعش هو خطر على الجميع وليس على هذيك، وهو خطر على السنة أكثر من خطر على الشيعة، لأنه داعش المجازر اللي عملتها بالسنة بالعراق أكثر شيء. القاعدة، طب ما القاعدة كانت عم تضرب السعودية، عم تضرب أمريكا، عم تضرب اليمن. طب إذا إجوا الحوثيين، هلا بغض النظر أنا أداء الحوثيين بده يمكن كمان مراجعة، بس الحوثيين إجوا، ليش صار أنا لهلا عندي تساؤل لماذا هذا التضامن أو هذا الالتحاق السريع مع الحوثيين، رغم أنه هم من قبل مين؟ من قبل الناس، من قبل الجيش، من قبل أنه كانت أزمة باليمن وفي شعور أن الدولة عم تتآكل، إجوا الحوثيين عملوا نوع من زخم. والحوثيين هم زايديين مش شيعة كمان، حتى الناس دائما بقول الحوثيون شيعة، صحيح في عندهم علاقات مع إيران وهم أقرب الزايديين تاريخيا مع السعودية. عندما أتى عبد الناصر إلى اليمن وكان عم يدعم القوى الناصرية واللي ضد الإمامية الزايدية، السعودية وقفت إلى جانب الزايديين وإلى جانب الإمامية اليمنية. يعني إحنا عم نحاول، أنا برأيي أحيانا بحط بعض المفاهيم أو بعض الأوهام على معارك عم تخترع اختراع. صحيح الآن في صراع مصالح إيراني السعودي افتراضا باليمن، لكن مصلحة السعودية، الحوثيين يشكلون هم السد القوي لعدم مجيء القاعدة إلى السعودية. خطر القاعدة على السعودية أكثر من خطر الحوثيين، وتاريخيا علاقة الحوثيين بالسعوديين علاقة جيدة وليست علاقة تفاضلية. أنا برأيي نحن معنيين بتسويق، وهذه طبعا مسؤولية إيرانية مثل ما هي مسؤولية أمريكية، تسويق أن الاتفاق يساعد المنطقة للذهاب نحو تسويات بدل أن نروح نحو تفجير. يعني ليش بدنا نتخانق؟ الإيرانيين كتير شاطرين بالتسويق أساسا إن شاء الله. يعني الأستاذ ديفيد لأنه عم بهز براسه وما بعرف إذا يمكن موافق على حكيه للأستاذ قاسم. لا طبعا لا، بهز براسي إنه موافق معك إنه شاطرين على التسويق، ظاهر شاطرين جدا على التسويق، إنه بيعوا الموضوع للعالم إنه يابا هم جايين اليوم وإن حابين السلام وإن بس عم بيساعدوا الحوثيين باليمن لمساعدة اليمن. أي مساعدة اليمن؟ في مشكلة كبيرة، في 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 وجود إيراني مدى طويل خطر وكتير كتير كتير ضخم. نعم داعش وقاعدة اليوم خطرهم إيميديت، خطرهم قصير المدى، وعم نشوف معارك وتذبيح وإجرام غير موجود سابقا. ولكن ما ننسى إنه 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 الوجود الإيراني عم بيحاول ياخذ المنطقه للمستقبل متغير تماما. ما دخلوا اليوم الايرانيه على اليمن حبا باليمن او لمساعده اليمن، ما دخلوا على سوريا فقط حبا بسوريا ولا بالعراق حبا بالعراق. في بلان، في موضوع، وفي مخطط طويل المدى شفناه بلبنان من اول الثمانينات، شفناه بوجودهم بلبنان وشفنا وين وصل البلد اليوم، وما يزال هذا الوجود عم يتمدد بالمنطقة. وهذه مشكلة، مشكلة مش بس لأمريكا وللمدى الطويل، بس مشكلة للدول العربية كلها، وما حيوافقوا عليها. ما في مجال اليوم تقدر تقنع السعودي اللي شاف إيران صارت على من منطقتين ومن حدودين، واليوم حي قاعدي على عبر الحوثيين على البوردر، على الحدود، على الحدود ما بين السعوديه واليمن. اذا سمعتي الاخبار امبارح، السعوديه عم تبعث سلاح ثقيل على الحدود اليوم، بالاضافه سلاح دفاعي كما قالت. دفاعي اهلين، في كثير بيقولوا كثير، بعدنا عم نحكي عن اذا سوقوا ولا ما سوقوا، في مشكله. والمشكله الايرانيه، بس هذه مش اللي عم تحكي عنها استاذ ديفيد. ما عم نشوف انه الاداره الامريكيه يعني اخذتها بعين الاعتبار، اداره اوباما على الاقل هلا عم بتقول انه اوكي الاتفاق اذا هو ما سوقه على الكونغرس لن يدوم الا لوقت هو يتنحى عن السلطه او تخلص مده ولايته كرئيس الولايات المتحده الامريكيه. ولكن يعني كيف تصف مثلا اداء اداره اوباما تجاه الازمه السوريه اللي صار عمرها 4 سنين؟ ليكي للاسف، الرئيس أوباما عنده نظرة للشرق الأوسط ونظرة السياسة الخارجية، نظرة مبسطة للوضع، وحبه من أنه يوصل لشيء، لاتفاق، للسلام عبر أيامه. للأسف كل رئيس جمهورية خاصة بآخر أيام عهده الثاني بصير يفكر بالتاريخ، بصير يفكر شو حيحكي التاريخ عني. فشل الرئيس أوباما بوضع سلام بالشرق الأوسط،
واليوم باعترافه اليوم عم بيقول ما في مجال ان نعمل شيء اليوم بفلسطين مع اسرائيل. فلقى انه يمكن تقارب مع ايران ممكن يدخله بالتاريخ كشخص دخل سلام للمنطقه. هذه رؤيه مبسطه جدا، رؤيه لا تصلح لمستقبل امريكا او لمصلحه الشرق الاوسط، ولذلك للاسف عم نشوف اللي عم بيصير اليوم على الارض. طبعا امريكا بتتحمل، الادمنستريشن هالاداره الامريكيه اليوم تتحمل بعض المسؤوليه على ما يحصل بسوريا، وذلك للفشل التدخل الامريكي بسوريا او للتدخل حتى الامريكي بسوريا باول المعارك بطريقه غير مضبوطه. فهذا لا يعني انه سياسه امريكا طويله المدى، ولا يعني انه ما في مخاوف من امريكا، بالعكس ديمقراطيين وجمهوريين بالكونغرس وخارج الكونغرس عم بيقولوا انه للرئيس اوباما ما تدوم بهالطريقه اللي انت ماشي فيها. اذا لاحظت امبارح كان في 45 شخص طلبوا منه عدم الانسحاب من افغانستان، وهو من ضمنهم وزراء دفاع سابقين ديمقراطيين وجمهوريين ووزراء خارجية سابقين وأعضاء من الكونغرس. قالوا له تعال وين رايح، شوف شو صار فينا بالعراق، إذا حتعمل نفس الموضوع بأفغانستان وتنسحب من أفغانستان خلال وجود الرئيس الأفغاني بواشنطن رح نوقع بنفس المشكلة. فما لازم المشاهدين والعالم الموجود اليوم إنه تحلل بما أنه اليوم إدارة أوباما ما عم بتقوم برأيي أنا بواجبها اللي لازم تعمله تجاه الانترست الأمريكي، مصالح أمريكا بالعالم، ما معناته أنه هذا موافقة أمريكا بشكل عام أو الكونغرس أو البلد. أمريكا بلد مبني على نظام رئيس الجمهورية يعتبر جزء منه وليس كل النظام، والنظام غير راضي على اللي عم بيصير، ولذلك عم بتشوفي هالتدخل اليوم من الكونغرس اللي عم بيقول للجمهورية انت مش لوحدك، انت منك قادر تاخد هيك قرارات باسم امريكا كلها. النظام وضع المعاهدات الدولية من ضمن، والدستور وضع المعاهدات الدولية من ضمن مسؤولية الكونغرس، ولذلك لازم ترجع للكونغرس لحتى يكون هالاتفاقيات ولحتى يكون هالنتائج من المحادثات شيء من مصلحة أمريكا أو تقدر أمريكا تمشي فيه للمدى الطويل وما تغش العالم مثل ما عم بيصير اليوم، لأنه اليوم هذا غش للعالم باللي عم بيصير بالشرق الأوسط. أنا بتسمحيلي دكتور قبل ما تتابع بس، يعني الجمهوريين يعني احترامنا للديفيد فوتوا أمريكا بحربين في المنطقة، يعني حرب أفغانستان وحرب العراق. إجا الرئيس أوباما لإنقاذ أمريكا من الحروب. إذا كان الرئيس أوباما يريد إدخال أمريكا في إطار سلام في المنطقة ويكون إلى دور، بتكون إنه هذه نظرة مبسطة، إنه قصدي لماذا هو بس خيار الحرب اللي هو بينقذ المنطقة؟ يعني ما جربنا إحنا حربين على عهد الجمهورية. أنا لا ما بدي أدخل حربين بحيث يصير جيران على فكرة، على بغض النظر عن نتائجهم، بس ما قصدي بديش أدخل بالصراع يعني بالخلاف الأمريكي الداخلي، بس إنه ما الجمهوريين هم اللي كانوا، إنه أوباما إجا، ليش إجا أوباما؟ إجا لإنقاذ أمريكا من حربين بعد ما وصلت أمريكا اقتصاديا إلى أسوأ المواضيك. يمكن قوة أوباما كانت أنه هو إجا لأنه يقول للأمريكان نريد نحن أن نخرج من العراق وأفغانستان لأنه جربنا. طب هلأ إذا إيران، أمريكا راحت على اتفاق مع إيران وأنهت صراع عمره 30 سنة بين إيران وأمريكا وأدخل المنطقة والعالم حتى في موضوع داعش في موضوع الاقتصاد، طب العالم الآن يعني عم بعيش أزمات من الحروب، قصدي ليش نحن سواء مفترض بالداخل الأمريكي إنه ليش ما نحن نساهم بتعطيل اتفاق إذا كان في مجال اتفاق يصير؟ هلا إيران مهما كبرت إيران آخر شيء إلى حدود، إيران يعني تصبح قوة إقليمية كبرى، مزبوط، ما إيران كانت قوة إقليمية كبرى أيام الشاه وكانت حليفة لأمريكا وكانت شرطية الخليج والدول العربية قبلاني. هلا ما بدي أرجع أنا نعمل مثل ما كانت تعمل إيران، لا بدنا إياها بدل أن تكون شرطي تكون قوة مساندة وداعمة ومتعاونة، وفي مخاطر عم بتواجهها المنطقة. أنا برأيي الخطر الإيراني ليس هو الخطر الأساسي، نحن أمام خطر أهم هو خطر التطرف، واللي أحيانا ممكن يكون شيعة ممكن سني ممكن ما بعرف شو، بس إنه ما نتصور إنه إذا صار في اتفاق إيراني أمريكي يعني خربت المنطقة. يعني
يمكن الاستاذ جاد عنده رد، يمكن الدكتور سامي عنده رد، ولكن خلينا نتوقف مع للحظات مع الاعلان نسمع رايك استاذ ديفيد حول يعني الموضوع الايراني، وهل هي فعلا يمكن ان تكون ليس خطرا ولكن حليفا مستقبليا ضد التطرف، وبعدين بدي احكي شوي عن تبعات هذا الاتفاق او ما يجري على لبنان مباشره بعد هذه المحطه الاعلانيه. سيد رمضان، بس أحب أنك تعلق على اللي حكيه السيد قاسم قصير عن يعني نية الرئيس أوباما إنهاء حروب دامت أكثر من 30 و40 سنة عبر الاستيعاب الإيرانيين، حتى ولو كان يعني حضرتك عم بتقول إنه عم بيحاول يسجل شيء للتاريخ كونه بولايته الثانية وقريبا رح تخلص هالولاية. ليكي في طبعا تناقض كبير ما بين فكر رئيس أوباما بين الفكر الجمهوري هذا بشكل عام ما بين الديمقراطيين والجمهوريين، وحكي الرئيس أوباما واستغل الحرب الموجودة كانت أو الحربين الموجودين كانوا خلال حملته الانتخابية ونجح على أساسها، وحكي من الأساس أنه كان بده يوقف الحرب. هذا معناته أنه استراتيجية أمريكا حتكون أفضل، ما حدا بده حرب، ما في جمهوري بالدنيا بيقوم الصبح ويقول انا والله رايح حارب بالشرق الاوسط اليوم او بدي ابعت حالي حارب بالشرق الاوسط. الحرب تجي من واقع موجود لمصالح البلد اللي هو فيها. رئيس الجمهوريه الامريكي واجبه على حسب الدستور ان يحافظ على مصالح امريكا في العالم ومصالح الشعب الامريكي في العالم، هذا واجبه الدستوري. فاذا ذلك بيقتضي حرب، للاسف هذا بيقتضي حرب، ولكن إذا في يوصل للمصالح بعدم الحرب يوصل المصالح بعدم الحرب. فنية الرئيس أوباما إنهاء الحرب اليوم ما معناتها أنه هذه أفضل طريقة أن يكون فيها. بعدين الحرب انتهت بأفغانستان، ما إحنا عم نحكي عن حرب اليوم، كنا عم نحكي عن سحب الجنود الأمريكيين الموجودين. في عنا جنود، في عنا 10,000 جندي أمريكي بعده موجود اليوم باليابان من الحرب العالمية. ما في حرب، ولكن مصالح أمريكا ومصالح اليابان ومصالح العالم تقتضي وجود للستابيليتي للاستقرار اللي موجود بآسيا انه يكون في وجود امريكي ان كان باليابان ولا بكوريا ولا بالمناطق الباقيه. بالمانيا حليف، عندنا قواعد حربيه موجوده بالمانيا كمان هي من الحرب العالميه، هذا ما معناته حرب. هون بتجي الرؤيه المبسطه للاسف للرئيس اوباما اللي بيقول فيها انه انا بدي اسحب الكل لانه وجودهم يعني الحرب، وهذا غلط، وهذا تقريبا اللي قاله الدكتور قاسم. فلا، اليوم مصالح امريكا ليست مع ايران ولن تكون مع ايران لمده طويله، مش لانه امريكا ما بدها تكون مع ايران، طبعا عندنا هيستوري، عندنا تاريخ موجود بعلاقه جيده جدا ما بين امريكا وبين ايران قبل النظام الايراني الحالي، ولكن ذلك لانه الرؤيه الايرانيه تغيرت. الرؤيه الايرانيه اليوم والايديولوجيه الايرانيه الايديولوجيه الدينيه ما بتتعاطى مع امريكا ومع الغرب بطريقه انه يقدر امريكا انه تقدر امريكا تقبلها، وشفنا هالشيء بلبنان ما بعده كثير، يعني زلمة ثلاث خياط شوي على الضاحية وتشوف الفرق. دكتور سامي شو رايك؟ يعني نقاط هيك جمعتها، أربع نقاط. أول شيء التحول بالسياسة الأمريكية واتجاه اللي أخده الرئيس أوباما كان من منطلق، إذا بتذكري تقرير عملت له لجنة هاملتون بيكر واللي كانت لجنة مشتركة لا جمهوري ولا ديمقراطي. شو كانت هيدي وقت اللجنة؟ شو نص التقرير؟ أنه أربع نقاط. أول شيء أنه إطلاق المفاوضات العربية الإسرائيلية، هيدي بقت بالفشل، يعني عمل جهد بقى بفشل. انسحاب من العراق يمكن هاي النقطة الوحيدة اللي نجح فيها الرئيس أوباما. وقتها كان زياد العديد في أفغانستان، شفنا بالأفغانستان الطريقة اللي صار فيها الانسحاب كان منزعج منها الطرف الأمريكي، وصار في اعتراض من الداخل. بعدنا سياسة الانفتاح على إيران، بفتكر بسياسة الانفتاح على إيران اللي كان هو يعني أحد مقررات أو توصيات تقرير بيكر، هون استفاد في الرئيس أوباما، يعني استفاد فيه وصار مثل أولوية القدرة الأخيرة، وصف فيها كل شيء، يعني استعمل كل عدة البيت، يعني أسقط
الخطوط الحمر اللي هو أصدرها بسوريا ومسألة تصرف نظام الأسد، غض النظر على الميليشيات الشيعية اليوم اللي عند اليد الطولة في الداخل العراقي، في سكوت عن الموضوع اليمني. الشيء اللي أنا بيدفعني أن أقول اليوم داعش السنية لا يمكن أن تواجه بداعش إيرانية أو بداعش شيعية، لأنه هيدي بالعكس رح تغذي التطرف من الجهتين. واليوم بدها مقاربة شاملة، يعني ديش كل الشركاء على الطاولة اللي عندهم هن دور أن يلعبوه بمنطقة الشرق الأوسط يقدروا يوصلوا لتفاهم ولحل. بس الصفقة الثنائية هيدي ما ممكن أنا برأيي تأسس لاستقرار ولسلام مستدام. وأهم كان مدافع عن الاتفاق الإيراني الأمريكي هو التصرف الإيراني على الأرض. يعني أنت بيطمئن لك العالم العربي ويطمئن لك العالم الدولي ساعة اللي أنت بموازاة المفاوضات عم تعطي مؤشرات حسنية، أكان بتسهيل لنرجع العقدة اللبنانية، تسهيل انتخاب رئيس في الداخل اللبناني، بالموضوع السوري، بالموضوع اليمني. حتى لو في مشكلة باليمن، انه ليش مضطر انه الايراني يروح يقفز على الورقه ويمسك فيها ولحي واستعدى يعني كل دول الخليج في الموضوع؟ ذات الشيء ممكن ينقال بالموضوع الايراني بموضوع غزه. اذا اليوم اذا التصرف الايراني لا يحب الثقه لا للجيران العرب ولا للمجتمع الدولي، طيب ما هيدا العنصر المشكك في الاتفاق والمشكك بالنوايا الإيرانية. أو كلمة أخيرة بهون موضوع، يعني بهالمشروع الإيراني عم شوفه مين عم يتم توظيف، من يوظف الشيعة العرب، عم بيحاربوا مين؟ سنة عرب. بس هذا مش دقيق يعني بالعراق بس السنة والشيعة اثنيناتهم هم ضد بعض. بس انت شوف وين بالعراق وباليمن، بس هو مش حرب. فينا اليوم ننكر ونتخبى انه في حرب سنية شيعية؟ مش هي حرب بين العرب نفسهم. لا يعني بالنتيجة يتم استخدام الشيعة في هذا المشروع. يمكن وجهة النظر الإيرانية هذا مشروع توسيع بقعة نفوذ. أنا خطر داعش كمراقب قوله خطر على السنة مثل ما هي خطر على الشيعة. واللي صار خصوصا حتى بآخر معركة يعني كانت عشائر السنية عم بس أنت مع أستاذ قاسم أنه لا يمكن أن يواجه مشروع مذهبي. أنا ما منطق أنه إحنا بحاجة إلى رؤية جديدة للعلاقات العربية الإيرانية للدولة الإيرانية من جديد. لكن نحن أمامنا الآن خيارين افتراضي، خيارين. الخيار الأول اتفاق إيراني أمريكي. هذا الاتفاق إيراني أمريكي سيستدعي طبيعيا تغير بطريقة الأداء الإيراني في المنطقة أن يكون أكثر إيجابيا لو يقدر يحصل. كيف عمليا يعني؟ من خلال هو الإجراء مثلا هو بيقبل بتسليم أصحاب الأسد السلطة. خلينا نفكر كل موضوع بموضوع ونشوف الدور الإيراني هلأ هالدور الإيراني عم يخدم المشروع ولا لا. حتى بسوريا الآن أنا كان عندي كثير تحفظات بالبداية على دور حزب الله وإيران لدعم نظام بشار الأسد، لكن الآن نوصل لمرحلة إنه الآن حتى الغرب صار بيعتبر حماية النظام السوري كنظام مش كبشار مؤسسات أساسية على أوروبا. يعني ما جرى في سوريا ما كان ضد المصلحة الغربية بالمعنى البعيد ولا ضد المصلحة السورية، وإلا كان داعش والنصرة أخذ طب سوريا. طب إذا نحكي عن لبنان أستاذ عاصم لأنه صرنا يعني تدهمنا الوقت، الاتفاق الإيراني الأمريكي هل ممكن يحفظ عن الرئيس؟ أنا برأيي الاتفاق الإيراني الأمريكي إذا حصل سيساعد في إيجاد أجواء هذا لن يحل المشكلة. أنه كمان نحن ما نعتبر كل المشاكل هي بس خارجية، يعني مش الإيراني في مقولة بقولها كان مالك بن نبي عن قابلية الاستعمار، الإيراني ما بيجي بيتدخل بمنطقة إذا ما في أرضية معنا بلبنان. طب إذا افتراضنا هلأ ما في عماد ميشيل عون افتراضا، وميشيل عون هو بده يصير رئيس، وهذا ما عاد موضوع لا يستطيع الإيراني يجي يفرض علينا نحن رئيس بدون ما يكون راد عماد ميشيل عون. حتى لو الإيراني كان يمتلك كل أوراق القوة أو حزب الله يمتلك كل أوراق، هل يستطيع؟ كان في يعني لا كان مين كان يختار الرئيس؟ السوري والسعودي والأمريكي افتراضا. طب هلا الإيراني يمون على حزب الله، إذا بده يقول إنه حزب الله يتبع، طب بيجي إنه لحزب تخلى عن عماد ميشيل عون بالوقت اللي كان عماد ميشيل عون حليف لحزب الله
على مدار 6-7 سنوات نفس العماد ميشيل عون. خلينا نروح على كمان بالموضوع الإيراني، من هو أفضل شخصية للمسيحيين الآن بيمثل الجو المسيحي افتراض إذا بنحكي من ناحية التمثيلية؟ طب العماد ميشيل عون مين اللي بيقدر ياخذ من حزب الله الالتزام بالدستور؟ لا يعني هلا هذا الموضوع مش فراغ اكيد انه بيجي عم بينزل ولا ما بينزل. عم بحكي يعني كل اللي بعمل ما بلبنان ما راحت رئاسة جمهورية تسوية بالتم بيجي ميشيل سامي كيف اجى رئيس جمهورية؟ ما اجى، اجى باتفاق بالدوحة وافق حزب الله وافق تيار. ومين الاول من ذكر اسمه لرئيس ميشيل سامي؟ الرئيس مبارك حسني مبارك قال انه نحن ندعم ترشيح رئيس ميشيل سامي ومشي الشباب بالموضوع وصار بالدوحة. يعني احنا خلينا نقول انه في شيء منطقي، ولو ما في كان رضا ايراني وسوري بوقتها وامير قطر ما كان اجى رئيس سامي. بس كيف عندك تعليق على الموضوع؟ خطوات بناء الثقة، شفنا انه في خطوة بناء الثقة اتخذت وطلعت خطوة يتيمة تشكيل الحكومة في العراق، يمكن لانه بلبنان دكتور بلبنان هيدي بدايتها مزبوط كانت هول الخطوتين. طب هول الخطوات ما استكملوا، بالعكس مشينا نحن بمسار انحداري. وانا برايي من اللحظه اللي مشينا بمسار انحداري قضينا على فرص اتفاق يكون عنده اثار ايجابيه. هلا يمكن يصير في اتفاق ولكن بغياب خطوات بناء الثقة. شو المطلوب هلا مثلا؟ انه خطوات بناء الثقة مثلا بلبنان، بلبنان تسهيل انتخاب رئيس جمهورية، عودة مش عم بقول لك انه حتى ايران لو سهل الحجة هون بصير عم نتخبى ورا الحجة. يعني اليوم اذا بينوضعوا فرقاء على الطاولة بينوصل لتسوية، اذا بينوضع الضغوط بينوصل لتسوية مثل ما صار تسوية الدوحة. يعني في مجال لواحد يعمل خروقات اذا ما توفرت بتصير اتفاق. خلينا على المسألة مش بس لبنان، المسألة السورية، المسألة السورية ايضا يعني اطلاق مسار اتفاق. عملنا جنيف واحد وقفنا. يساعد حصول الاتفاق، يساعد ببناء الثقة وعدم حصول تحسين الاتفاق. بس يوم انت فيك تعمل اتفاق يمكن تكون فشت خلق من الرئيس اوباما انه اللي هلا مضطرب مع الوضع الاسرائيلي. ما مفتكر لحد يكون هيك فشت خلق سياسي. لا اكيد لا، اكيد لا سياسه دوليه ومصالح اكيد لا. بس اوباما لانه في حسابات استراتيجيه مش حسابات ولكن تسوية مبسطة أو بس الحسابات الاستراتيجية أوقات بتكون خاطئة. يعني ممكن نحن بدنا نقول تتكون لأنه بدنا اتفاق يعطي ثمار إيجابية، ما بدنا اتفاق يكون عامل تفجير. الاتفاق يكون عامل استقرار بده خطوات بناء الثقة. خطوات بناء الثقة أستاذ سمير فرنجية، أستاذ سمير عامل انتفاضة داخلية داخل قوى 14 أذار وعم يعمل مراجعة وبده يعمل قال العبارة كتير أنا حبيتها، قال الاتفاق هو أفضل لنا وللبنان والمنطقة وعدم الاتفاق هو خراب للبنان والمنطقة. يعني نحن لازم يعني نساعد إذا كنا مؤثرين إنه نساعد بالدفع أن يكون اتفاق ومن بعده تحصل. كيف ممكن ينعكس علينا إيجابا هذا الاتفاق؟ مجرد حصول الاتفاق مجرد هلأ برأيي بده يعمل راحة نفسية على يعني كل المستويات. مجرد حصول، مجرد عدم حصول الاتفاق. أنا من سنتين كان عندي أمنيتين برأس السنة، أنا هم بختلف أمنيتين برأس السنة. أمنية الأولى أن يحصل اتفاق إيراني أمريكي، وأمنية تانية أن يحصل اتفاق إيراني سعودي. ليش الأمانة ما لها علاقة بالشخصية؟ والله لا، بمعنى الشخصية، بمعنى الشخصية. بس يعني أنا هون ضمن الأمنيات كيف ممكن أن أعكس اتفاق إيراني أمريكي على العلاقة بين حزب الله والولايات المتحدة الأمريكية؟ طبيعي مرة إجا كارتر بده يشوف حزب الله بلبنان، الرئيس الامريكي السابق وقتها كان ملائم للانتخابات، كان بالانتخابات ومنذ بده يشوف حزب الله، حزب الله رفض. مين التقى؟ التقى المرجع الراحل سيد محمد حسين فضل الله وعمل لقاء معه كان كثير معروف. فساله رئيس كارتر حسب ما اطلعت بعدين انه شو بنعمل مع حزب الله؟ قال اتفقوا اولا مع ايران وكل الامور تحل لاحقا. انا برايي اي اتفاق امريكي ايراني اذا حصل وانا اتمنى وادعو واصلي لذلك سيتم له انعكاسات ايجابيه على لبنان. دكتور نادر يعني اذا صار ما في مسارين، في مسار المفاوضات النوويه وفي مسار التوسع الايراني على الارض. حتى لو عملنا هون خرق وبقي مسار التوسع الايراني على الارض في تاثير ايجابي على لبنان، ما رح نكون عملنا شيء. اليوم في المسار التوسع الايراني على الارض ما تقوم به ايران عسكريا في منطقه المشرق والعالم العربي أهم، سوف يهمش الاتفاق. من هون إذا ما صار في تراجع أو تغيير بالسياسة الإيرانية العسكرية التوسعية على الأرض
رح نقضي على فرص الاتفاق، رح يتحول هالاتفاق لغطاء، رح يكون مكياج للتغيير الواقع على الارض. كلنا بنتمنى اتفاق، وكلنا بنتمنى انه يوصل تسويه لمساله التنوع والتقارب الايراني امريكي. ولكن اذا التقارب الايراني امريكي نحن ينعكس ايجابا علينا، ينعكس ايجابا علينا بتغيير 180 درجة لمسار التوسع العسكري الإيراني على الأرض، لأنه هيدا رح يودي لحرب مذهبية، ورح يزيد من النار المذهبية ويدفش العالم السني باتجاه التطرف. طب خليني اسال بس الاستاذ ديفيد عن موضوع حزب الله والولايات المتحده الامريكيه، تبعات اي اتفاق امريكي ايراني ممكن ينعكس ايجابا على العلاقه بين حزب الله والولايات المتحده الامريكيه؟ بتوافق الاستاذ قاسم على اللي قاله؟ لا طبعا لا وافق. دكتور مش بس رح يكون مكياج، رح يقوي المشروع الإيراني بمنطقة الشرق الأوسط لاستقطاب وأخذ أكبر نفوذ بالمنطقة للأسف الشديد. لما نشيل البريشر، لما نشيل الضغط عن إيران ويكون إيران مغطاية باتفاق نووي اللي ما خصه بأي شيء ثاني عم بيصير بالمنطقة، رح تفلت إيدهم ورح يصيروا يعملوا البدنية بالمنطقة. وتأثيره على لبنان بلكي حيكون تأثير نووي، الاتفاق النووي على لبنان أقل ما يمكن من البلاد الثانية، وذلك لأنه التأثير الإيراني على لبنان انتهى خلاص، أخذوه يعني، شو بعد فيه عندك اليوم ممكن يتغير لبنان؟ إيران وصلت ما بعد من الثمانينات لليوم خلال حزب الله بكنترول للأسف على لبنان كبلد، ولذلك صاروا البلد سمي بلا رئيس جمهورية، ورح تشوفوا مزيد من التأثير إن كان عبر السياسة ولا عبر النفوذ اللي موجود على الأرض. فلا طبعا ما في أي مجال، ولا حتى ببال الرئيس أوباما اللي عم نحكي باختلاف بالرؤية ما بين الحزب الجمهوري وبينه، ولا حتى برأي الرئيس أوباما أو بذهنه هو إنه هذا رح يأثر لأي الاتفاق النووي مع إيران حيأثر لعلاقة مع حزب الله. بالعكس، ما يزال ستبقى هاي العلاقة غير موجودة، وستبقى المشكلة بلبنان مع حزب الله موجودة، وللأسف أنا برأيي حتزيد بالمنطقة كلها، ومدى طويل مخيف جدا على المنطقة وعلى الخليج. هل حيوصل لمعركة مذهبية وحرب مذهبية زيادة؟ يمكن لا، هون يمكن نخدف شو عمل. سؤال أخير لألك أستاذ ديفيد، شو تتوقع يكون مدى يعني الأزمة، إلى أي مدى ستطول برأيك؟ نحن يعني مقبلين على أزمة مفتوحة عمرها سنين؟ وين؟ بلبنان؟ بلبنان والمنطقة. المنطقة طويلة جدا، بلبنان على اللبنانية، معه حق الدكتور سيد قاسم، شيء الوحيد اللي بتفق معه لهلا بالمقابلة انه قال انه لو ما اللبنانيين هم قابلين للضغط الاجنبي ما كان صار. فالوضع بلبنان بتركوا للبنانيين، وما عم بحكي بس ثيوريتيكلي، ما عم بحكي بس نظريا، بالعكس عم بحكي فعليا. هل اللبنانيين قادرين انهم يقعدوا مع بعض ويطلعوا رئيس جمهوريه؟ طبعا قادرين. هل بدهم يقعدوا مع بعض ويطلعوا رئيس جمهوريه؟ لا، ما بدهم برايي. بالعكس، كل واحد قاعد مع جماعته من برا، وتارك الضغط يجي عليه، مش لانه هو عم يجي عليه لحاله، هو بده يعني يبعث ورق طلعوا شو بدكم، لانه في مصالح للشخصيه ومصالح حزبيه ومصالح مذهبيه للاسف. استاذ قاسم، كلمه اخيره، هذه الازمه برايك، انا شايفتك متفائل. انا هلا انا مش قصه تفاؤل، طبعا الامور بالاخير بالعمل السياسي هي مرتبطه بالمعطيات والوقائع، لكن المنحى العام انا برايي رغم الاجواء التوتر اللي عم بتصير، حتى ما يجري الان هو تمهيد للاتفاق وليس سيكون ما بعد الاتفاق. وترى انه امكانيه اتفاق سينعكس ايجابا على يعني اذا حصل اتفاق سيكون له انعكاسات، وسيتعدل السياسه الايرانيه طبيعيا، لأنها سيصبح الدور الإيراني مختلف عما كان عليه فيما قبل الاتفاق. يعني الإيرانيين كانوا عم يستفيدوا من عناصر القوة لتعزيز قوتهم في المفاوضات، يعني استفادوا من كل. ليش أمريكا أجت فاوضت إيران؟ مش بس لمعالجة الأزمة النووية، لأنه شافت أنه إيران أصبحت قوة إقليمية في المنطقة. تخلى مثلا إيران عن الأسد من بعد ما تعمل اتفاق؟ هي مش قصة التخلي، أنا تقديري إذا حصل اتفاق سنبدأ البحث عن تسوية، قد تطول الفترة يمكن عدة أشهر أو ذلك، لكن منطق التسوية سيكون الغالب، وسيتم
استيعاب الوضع المذهبي في المنطقة ليس وضعا مذهبيا، هو وضعا سياسيا، مثل ما صار بلبنان عندما جلس تيار مستقبل وحزب الله على الطاولة الحكومة، أصبحوا شركاء في مواجهة التطرف. وهلأ أفضل حاجة رغم كل السجال اللي عم ينحكى وكل المحكمة الدولية كله شيلي على جنب، أهم الآن اللي عم يشتغل الوزير نهاد المشنوع على الأرض افتراضا بالتعاون مع حزب الله بكل المناطق، يعني بطرابلس وبعرسال والجيش اللبناني. لو ما حصل هذا اتفاق على تقاسم السلطة ما كنا شفنا كل الإنجازات رغم كل ظروفنا الصعبة بلبنان، لكن الآن هناك حكومة مشتركة وهناك تعاون مشترك بين حزب الله وبين تيار المستقبل مع كل ذلك. والرئيس صعب الحالي يريد أن يعود إلى لبنان ليصبح رئيس حكومة، ولا يمكن أن يعود إلا إذا حصل اتفاق. طيب خليني بس كمان اسمع كلمة أخيرة منك دكتور سامي لأنه خلص الوقت. أنا بشوف للمسار التوسع الإيراني على الأرض أهم من مسار المفاوضات النووية. بتمنى اتفاق، بعتبر أنه اتفاق هذا جيد إذا حصل، ولكن اليوم في مسار أهم من معنى في لبنان، مسار أهم من المسار النووي والمفاوضات الإيرانية الأمريكية، هو المشروع التوسعي الإيراني في منطقة الشرق الأوسط. هيدا بيأثر سلبا على لبنان، وإذا تراجع أو صار في تغيير بالسياسة هيدا بيأثر إيجابا على الواقع. شكرا لك دكتور سامي نادر، اهلا وسهلا فيك، شكرا لوجودك معنا. بدي اشكر ديفيد رمضان ايضا من واشنطن والاستاذ قاسم قصير هنا معنا في الاستوديو، طبعا على امل لقاءات اخرى، ويعني غدا لنظيره قريب بعد 3-4 ايام بيخلص الشهر. اهلا وسهلا فيك، تحياتنا استاذ ديفيد، يعني ان شاء الله يصير في تفاهم اكثر يعني. مش لازم شكرا لكم، وبدي اشكر المشاهدين طبعا على المتابعه. الاعاده بكره الساعه 11 الصبح على شاشة تلفزيون لبنان. بشكر الفريق العامل بالاستوديو، المخرج حنا بويري. لقاءنا بيتجدد الأربعاء المقبل الساعة 9:30 المساء. إلى اللقاء.